بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نلتف هنا أيها الإخوة أمام روضة لشهيد يعتبر أسطورة من أسطورات الثورة. نلتف حول روضة لصاحب روح فولاذية، لصاحب روح أبية، لصاحب روح شامخة طلقت الدنيا. كان شهيدنا المشيمع رحمة الله عليه، وهو الذي فجر ثورتنا المباركة، وبفضل دماء شهيدنا فاضل المتروك تم افتتاح دوار الشهداء، دوار الكرامة، وأصبح الناس يمارسون حقهم الطبيعي في تبيان مطالبهم العادلة. لم يحتمل النظام هذا التواجد، فكانت الغدرة في ليلة 17 فبراير، وتم اقتحام الخيام، وتم قتل الشهداء شهيدنا الشيخ الحاج علي خضير والشهيد المؤمن والشهيد محمود أبو تاكي، وتم تفجير رأس الشهيد الحاج عيسى عبد الحسن، وتم اقتحام الخيام ومنهم الخيمة الطبية، وكان المنظر مهولا. شهيدنا الغالي الشهيد رضا أبو حميد كل ذلك شاهده ورآه رأي العين، ورآه رأي المشاهدة، رأى كيف أن رئة الحاج علي خضير كيف فقعت، ورأى كيف رأس الشهيد الحاج عبد الحسن كيف فجر، ولكنه كان مؤمناً بأن الحرية والكرامة مهرها الدم ومهرها الروح، فتقدم هو وثلة من شبابنا الثوري، والذي طلق الدنيا فتقدموا بالورود. أقول صاحب روح فولاذية وصلبة، لأنه قهر الدبابة وقهر المدرعة وقهر الرصاص الحي، فتقدم بوردته، ولكن هذه السلطة كانت غاشمة وكانت شرسة، فكان دماء شهيدنا الشهيد رضا أبو حميد دماء روت شجرة الحرية، وروحه أشعلت الشمعة مرة أخرى بعد أن يئس الناس، وكانوا يعتقدون، لا أقول يئس الناس، أقول بأن النظام اعتقد أنه سوف ينهي هذا الحراك بقتله الشهداء وباقتحامه الخيام،
ولكن روح شهيدنا الغالي رضا أبو حميد تقدمت بكل صلابة وشموخ، فكان افتتاح الدوار مرة أخرى، وكانت دماؤه قهرت كل العتاد العسكري الذي كان مسخرا لمواجهة هذا الشعب المسالم. أقول إذا كان الشعب مدانا إلى كل الشهداء، فإن هذا الشعب مدان إلى هذا الشهيد الذي أرجع لنا والذي أنعش الثورة مرة أخرى واستمرت منذ سقوطه إلى يومنا هذا، وأنتم ترون الحراك مستمرا، والحراك لا زال وإن قل بسبب وجود أسودنا وأشاوسنا خلف القضبان في عرينهم، إلا أن الحراك لا زال مستمرا. أقول إن شعبا يحمل هذه الروح الفولاذية سوف لن يهزم، وأن هذا الشهيد رضا أبو حميد أصبح ملهما لنا ولجميع الثوار بأن الحقوق وأن خط الكرامة لا يمكن أن تهزه تلك الرصاصة، ولا يمكن أن تقتله تلك المدرعة. أرواح شبابنا وأرواح أحرارنا لا زالت متوقدة ويعتبرون هذا الشهيد ملهما لهم في حراكهم إلى أن يتحقق النصر. هناك من يأس، وهناك من دخل في نفسه نوع من اليأس، ولكن من تعلم من مدرسة رضا أبو حميد يقول بأن الدم سوف ينتصر على السلاح، وأن الدم أثبت أنه انتصر على السيف. ولنا في أبي عبد الله الحسين أسوة حسنة، فدماؤه الزكية لا زالت منذ 1400 عام وقاد في نفوس الأحرار إلى أن يأذن الله في ذلك اليوم. هذا الشعب سيبقى مطالبا بحقوقه المشروعة، وسيبقى مطالبا بالقصاص من القتلة، من الذين قتلوا رضا أبو حميد الشهيد وبقية شهداؤنا. سيبقى على هذا الحراك الذي عرف بسلميته منذ يوم انطلاقته، مهما كان هذا النظام قاسيا، مهما أودع رموزنا في داخل السجون وشبابنا ونساؤنا وحتى أطفالنا الذين لم يبلغوا الحلم، والذين شاهدتم صورته والذي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، طفل بعمر 6 أعوام يستدعى للنيابة من أجل التحقيق. هذه رسالة إلى النظام بأننا عندما استنشقنا رائحة الحرية في دوار الكرامة ودوار الشهداء، وعندما استنشقنا الورود التي غذتها دماء وعطرتها دماء شهداؤنا، لا يمكن لهذا الشعب أن يتراجع عن كرامته وعن عزته. وأننا نوصي رسائلنا إلى المجتمع الدولي، أنتم ترون هذه الالتفافات ودماء شهيدنا المحيم رضا أبو حميد قد كذبت ادعاءات هذا النظام. هذا النظام يدعي أن هناك مشروع إصلاحي، وهذا النظام يدعي أن حق التجمع السلمي مشروع، وأن هذا النظام ادعى أن هناك مؤسسات لحقوق الإنسان، ولكن أنكم ترون وتلاحظون ماذا
يحل على هذا الشعب من انتهاكات، من قتل، من تهجير، من تعذيب، من إيداع للنساء والأطفال. ليس لجرم إلا أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة. يا شهيدنا الغالي ويا شهداؤنا الأبرار، هذا الشعب الذي هو متواجد معكم أمام رياضكم سيبقى وفيا لدمائكم الزكية، وسوف لن يتراجع قيد أنملة عن هذا الحراك وعن المطالبة، وحتى يخرج جميع أو جميع رموزنا الأفاضل وأساتذتنا وشبابنا ونساؤنا، وحتى يعلن النصر ويقرر هذا الشعب مصيره، لأنه لا يمكن أن يقبل بنظام لا يرحمه ويقبل بنظام يقتله لأنه طالب بحقوقه المشروعة. ناموا قريري العين، وسنبقى أوفياء لدمائكم يا شهيدنا الغالي، يا شهيدنا رضا أبو حميد. جزاك الله ألف خير على موقفك المشرف الذي لازلنا نستذكره، وكيف رجعت بكل قوة وعزة ورجعت لنا دوار العزة والكرامة، ولازلنا سائرون على هذا النهج حتى يأذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. السلام عليكم يا شهداؤنا، يوم ولدتم ويوم جاهدتم واستشهدتم، ويوم تبعثون أحياء تحاكمون الظلمة والقتلة في ذلك اليوم، يوم محكمة العدل الإلهي. اللهم بحق هذه الدماء الزكية فرج عنا وعن أبناء شعبنا وعن أبناء أمتنا، وارحم شهداءنا وموتانا وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن جميع المرضى والمصابين، وأرجع المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين منصورين إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.